السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عادات تانية جوه حلوة برضه. الله حبيبي. تسلم يا حبيبي، تسلم. لا عايز الله اكبر، في الله الأطفال اللي سن 5 سنين و4 سنين زيهم زي 10 سنين و9 سنين يعني 500 جنيه، الطقم بتاعه يوصل 550 جنيه، في واحد 3 سنين ونص و9 سنين، فمفيش فرق كبير في الأسعار. طبعا غالية جدا، الطقم اللي كنا بنقوله مثلا ب 250 و300 جنيه، فجأة بغيوب الأسعار ده، إنه بيكون كده يعني مش كده بس، كل المحلات والناس واقفين فيها خروج يعني غالية جدا. الحمد لله يعني جبنا من الناس كل سنة طبعا بتحط كده والله المستقبل.